بيغير رتم النادي الاهلي، لعيب بيقف على الكوره استحواذ. اه مظبوط. بالظبط، بيقدر يلعب لي فاول بطريقه جميله زي العارضه اللي جت، لعيب عنده امكانيات، لعيب زي ده يبقى بره ازاي؟ عناصر. انا شايف، انا مع كامل احترام وتقدير الكابتن حسام، ولكن في سنه، مش هقول كامله، في سنه حب وكره في الاختيارات. يعني مش عايزين نحكم بالحب الكره طبعا، كل الاحترام والتقدير، وزي ما انا قلت يمكن في الانترو من حق الناس انها تتكلم، وكل واحد بيقول رايه بدون تجريح طبعا. كلنا ان شاء الله باذن الله كلنا عايزين النجاح للكابتن حسام حسن، لان بالتالي وبالتبعيه نجاح لمنتخبنا، وده الاهم يعني. فكلنا سبورت الكابتن حسام ايا كانت الاختيارات. اه في بعض الناس بتقول ده وده وده وده، الاراء كلها تحترم، ولكن في النهايه هي مسؤوليه الكابتن حسام حسن، هو اللي هيتحاسب. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله منتخبنا يصل لكاس العالم 2026 ان شاء الله. خلينا نروح بقى للنادي الاهلي، عايزين نتكلم عن النادي الاهلي. شفت ملحمه الجمهور عامله ازاي، شفت مشوار البطوله ده كمان ايهاب، كان مشوار صعب كالعاده. النادي بالزبط. الاهلي بياخد بطوله بعد مشوار صعب، في غيابات وفي اصابات مؤثره جدا جدا في كل المراكز، والنادي الاهلي ملك التحدي زي ما بيقولوا. بص يا كابتن، طوال الموسم ده، اولا هو موسم متلاحم، يعني احنا فاكرين لسه النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، والوداد ما لحقناش، لقينا لا احنا داخلين في دوري ابطال افريقيا الجديد عندنا ماتشات. ولكن يحسب للنادي الاهلي، يحسب للمدرب المتميز جدا، بغض النظر اي حد الاراء تختلف حوله تتفق، انا شايف ان كولر من افضل المدربين في تاريخ النادي الاهلي بعد حقيقة. سنتين، بعد اقل من سنتين يمكن مع النادي، انا شايفه من افضل المدربين في تاريخ النادي الاهلي، بالارقام، بالنتائج، بحسابات المباريات، عدد المباريات اللي لعبها واللي عمله، ويكفي انه في الادوار الاقصائيه لم يتعرض لاي خساره، وعامل رقم ريكورد قياسي 22 مباراه بلا خساره في ادوار اقصائيه. لا، ارقام كبيره جدا، اهداف يخش فيك طول البطوله هدف واحد في ظل ظروف صعبه، يغيب فيها الحارس الاساسي لمنتخب مصر وللنادي الاهلي، ويخش الحارس البديل يتالق ويقدم اداء اكن الشناوي بالظبط، الاخطبوط بيحمل عرين، هو لا ما حسيناش ان الشناوي غاب. مصطفى شوبير بيقدم اداء جيد يحسب. خط الدفاع لو مسكناه فترات كتير من الموسم، ربيع يتصاب، ياسر ابراهيم يتصاب، علي معلول في اهم مباراتين، وعنصر من عناصر دايما لما تقول عناصر التاثير او عناصر طبعًا القوه عندك طبعًا. من اهمها علي معلول، يعني حتى الكاف كان عامل تويته تغريده كده بيتكلم فيها على ثنائيه معلول وعبد المنعم، سواء في الدفاع او في كميه الاهداف اللي جابوها العرضيات وبالهد عبد المنعم كده، فانت فقدت لاعب مهم جدا، محور المحرك النفاثه بتاعت الجبهه اليسرى عندك فقدتها في اهم ماتشين في البطوله النهائي. تخش في نص الملعب، نص مباريات كتير جدا، مروان عطيه مصاب، مروان عطيه، قفشه كتير جدا مصاب، عمرو السوليه، ديانج، عمرو السوليه، امام عاشور اتصاب، يعني ما فيش لعيب، كهربا فقدته في وقت من الاوقات، بيرسي تاو فتره مصاب، حسين الشحات فتره اتصاب وعمليه الوش، جميع المراكز. فانك تعمل اللي انت عملته ده، دي ملحمه طوال الموسم كده، فرقه تعمل الادوار دي وتلعب كل الماتشات الاقصائيه بلا خساره، اما تعادل واما فوز، فده اداء رائع جدا للنادي الاهلي. يحسب لمستر كولر، دايما يتقال الروتيشن بين اللعيبه، ازاي بتعمل الروتيشن؟ الناس كانت بتنتقد في البدايه وفي بدايه الموسم ده لو تفتكر يا كابتن، مستر كولر على كثره التغييرات، يقول لك ما فيش مباراه الاهلي لعبها بنفس التشكيل، وكان الرجل كان يقرا الطالع مستقبلا، ويقرا اللي هيتعرض ليه، ويقرا الغيابات الكتير اللي هتضرب فرقته، وقدر في النهايه يقدم لنا لا ما بنحسش باي تاثير. محمد هاني بيغيب وبيتصاب، بنلاقي عمر كمال عبد الواحد في الدوري بيرجع، حتى كريم فؤاد في مركز اول مره نشوفه فيه بيقدم اداء جيد جدا ويقدر يعوض، والجماهير ما تحسش اي غياب. رامي ربيعه بيرجع بعد اصابه، متالق كابتن الفرقه، يا كابتن رامي ربيعه 6 دوري ابطال ما شاء الله، يعني خد رامي ربيعه دوري الابطال اكتر من بعض الانديه يعني. كتير بالظبط، اكتر من 6 القاب لرامي ربيعه دوري ابطال افريقيا، يعني ده رقم اعتقد حتى الانديه الكبيره لما نقول ريال مدريد او مش سهل تلاقي ان لعيب عنده واخد 6 القاب كده في دوري ابطال، يعني موضوع صحيح. صعب. لعيب زي كوكا، لعيب منتخب اولمبي المصري معاه 3 دوري ابطال، هو ده اللي انا كنت بقول له بقى، يعني كوكا كان ميزه ان الاهلي شاركه صغير ماشي، فلعيب زي ده احمد نبيل كوكا معاه 3 دوري ابطال،
الاهلي منظومه نجاح يا كابتن، بتخطط بتمشي كله. يمكن اللي ترس ترس هي تروس، ترس مكان ترس، خلاص ده يغيب خلاص الترس ده يخش مكان الترس ده، هي مكنه شغاله بغض النظر عن الاسماء. هو كمان قال في بعض الاحاديث الصحفيه بعد المباراه، قال فعلا زي ما بتتكلم، اولا مؤسسه كبيره جدا، وهو بيتعامل حاطط الرولز وحاطط قوانينه بالنسبه للفرقه، مجلس الاداره وما بين قوسين كان بيتكلم مع رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، بيقول بيبذل اقصى ما في وسعه عشان يحقق كل اللي احنا بنطلبه. ده مهم جدا، وخاصه ان التحديات ورا بعض، يعني انت ما بتاخدش نفسك، يعني انت من بطوله بعدين انت خلاص خدت بطوله افريقيا رايح مع المنتخب، تخلص منتخب راجع على مؤجلات الدوري، النهارده بيراميدز يكسب، فعندك مشوار وعندك ضغوط، عندك تحدي، ضغوط دايما، ضغوط عليك فدايما من ده الحقيقه. وهو اتعامل معاه بشكل اكتر من رائع. كابتن كولر في المؤتمر الصحفي اول حاجه بيضحك بيقول هتكلموني على البطوله الجديده 13 هتكلموني ايه البطوله الجديده اللي عايزينها، هو اتعود على كده. وكابتن الخطيب قال لهم كده الحقيقه، يعني بعد الماتش اما هنى اللعيبه تمام وتهنئه وتمام، بس خلاص زي ما قلنا صفحه واتقفلت، وراكم جماهير ما بتشبعش بطولات، وراكم جماهير من بكره هتسالكم في بطوله جديده، هتنسى ان انتوا خدتوا كذا اهو كذا دوري ابطال ولا كذا ورا بعض، لا الجماهير الاهلي ما بتشبعش، هو الاهلي عودها على كده. فخلاص هي منظومه زي ما قلنا، منظومه ترس مكان ترس لازم، بس في النهايه العجله دايره، النجاح مستمر. مدرب ذكي، مدرب ذكي جدا، بشيد بيه، هو ذكي جدا، وخلي بالك عمل لقطه برضو معظم الناس اتخضت منها بتاع ديانج بالظبط كده، انا معجب جدا بيها يا كابتن، كانت يعني تغييره انا شايفها كانت جريئه جدا، قلبت المباراه جريئه جدا. عايزه واحد قلبه ميت، يعني انت بالزبط. بتتكلم على واحد بقاله 4 شهور ما بيلعبش مباريات رسميه، بتلعب نهائي بطوله افريقيا على ارضك، النتيجه لسه كانت يعني كانت مقلقه 1-0 طبعا هلأ. تقلق وتغييره الحقيقه كان ليها هدف هو شايفه اكتر من ناس كتير، يعني فرقه الترجي كانت مسكت في الوقت ده المباراه وسط الملعب، وسط الملعب بالظبط، وبقت مسيطره وسط الملعب، إذ فجأة نلاقي تغيير. هو ده اللي انا بحبه يا كابتن في اي كوتش، انا ما بشيلش مدافع واحط مدافع اشيل كذا، التغيير التقليدي ده لا التغيير يعني. لا في تغيير فني، الاقي شال بيرسي تاو ونزل لي ديانج، وإذ بي اجد ديانج بيكنس الملعب في كل حته في الملعب، الاقيه قدام مع ناحيه الشمال، الاقيه قدام ناحيه الشمال، الاقيه في نص الملعب، الاقيه راجع مع الدفاع، يعني نازل ما حدش يقول خالص ان اللعيب ده ما كانش بيشارك، يعني كل اللي شاف المباراه ايه ده اللعيب ده بقى له 4 اشهر ما بيلعبش، صحيح حاجه غريبه جدا. وبعديها تغيير اكثر ذكاء برضو، ان ازاي اقف على الكوره وامسك فرقتي في الدقائق الاخيره دي وهدي اللعب، او منزل قفشه يقف على الكوره ويسيطر عليها ويمرر لي تمريرات قاتله ويلعب فاول جميل جدا، كان هتبقى يعني كانت هتبقى القاضيه الجديده، انا قلت صحيح. ساعتها لو الجون ده جه القاضيه الجديده في نفس الوقت، بس بقى هو طبعا زي ما انت بتقول كمان بيغير رتم المباراه، وده كان يمكن علامه استفهام على يعني عدم وجوده في قائمه المنتخب. خلينا نتكلم الحاجات